السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام، أيها الأخوات الفضليات، وقل اعملوا، نحاول أن نأخذ آية لنعمل بها في كل لقاء من وسط جزء كامل، لعل الله أن يكتبنا من العالمين العاملين. ومعنا في الجزء 11 آية من سورة يونس، أمرنا ربنا جل وعلا أن نتفكر بها لعلنا نعمل. قال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا هو المطلوب، هذه الآية التي أحبها حقا. والله جل وعلا يصور لك الدنيا ثم يقول لك تفكر. هو ده المطلوب مننا عمليا، إنك تقعد مع نفسك شوية وتتفكر في الدنيا، لا تنشغل بالعمارات والسيارات والدولارات والريالات، لا، تفكر في الدنيا إذا زالت، إذا حصدت. حضرتك عشان أعينك على التفكر، عشان تعرف تطبق الآية دي عمليا، لازم ما تبقاش في الدنيا بس، ده أنت المفروض تبص لها بصة عشان تتفكر، وبعدها على طول تبص للآخرة تعرف إن هي ولا حاجة، تعرف إن هي فانية، تعرف ان هي زائلة. عشان كده الذي يريد ان يتفكر لازم يحطهم الاثنين قدامه، بص للدنيا وبعدين تبص للاخرة تعرف ان دي تحت رجلك دنيا ولا حاجة. عشان كده ربنا كثيرا، عارفين كلمة الدنيا ذكرت في القرآن كم مرة؟ 115 مرة. طب وكلمة الاخرة ذكرت في القرآن كم مرة؟ برضو 115 مرة. عشان اللي عاوز يتفكر، كل لما الدنيا تأتي امامه على طول يبص فين؟ لبص للآخرة. شوف الآية اللي احنا بنتكلم عنها بعد ما ربنا ذكر الدنيا وقال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، بعد ايه؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ميزان دنيا أمامها الآخرة على طول، أرض يبقى جنة، عشان تتفكر إن الدنيا ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذكرنا بذلك ضرب أمثلة كثيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الأرض أو يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة. أنعم واحد اللي هو يعني عاش في خليج فلوريدا، اللي كان عنده قصر في وسط المحيط الأطلنطي من الإزاز عشان يشوف القرش وبقوم حواليه، اللي عنده دولارات كان بيمشي عليها، اللي عنده ذهب قد الدنيا، اللي عنده أنعم واحد بس كان مجرم، كان كافر، يتحط في النار بس كده. النبي عليه بيصور لك عشان تعرف ان الدنيا دي حتى لو نعمها زاد ولا حاجة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يسأله الله جل وعلا: هل مر بك نعيم قط؟ هل أحسست خيرا قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك. ربنا بيسأله: أنت تفتكر يوم شمت هوا حلو مع أنه أنعم واحد؟ قل له: أبدا. انت تفتكر يوم كلت اكله حلوه؟ خالص. طب والدنيا اللي كنت تملكها كلها؟ ولا حاجه. يبقى انت المفروض عشان تتفكر تحس ان الدنيا دنيا. النبي عليه الصلاه والسلام مر على جدي ميت اصك،
جدي ذكر الماعز ودنه مقطوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الناس يخليهم يتفكروا في الدنيا قال لهم من يحب أيكم يحب أن هذا له بدرهم. حديث صحيح مسلم حديث جابر من اللي يشتري المعزة الميتة الجيفة دي عفوا اللي جيفتها وريحة جيفتها النتنة ظهرت من اللي يشتري بجنيه؟ قال يا رسول الله ده ميت إنه ميت ثم لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أصق. قال النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. تفكر بقى أن الدنيا دي ما تسويش حاجة. يبقى المطلوب من حضرتك إيه؟ أنك تقعد مع نفسك قاعدة وتحط الدنيا قدامك تتفكر فيها عشان ما تغترش. تبص تلاقي اللي ملك الدنيا فين الوقت؟ تحت التراب. لما تلاقي قدامك أكلة حلوة كباب وكفتة ومحشي وجمبري ولا بط وريقة تجري عليها الأكل ده بعد ساعتين ثلاثة شكله إيه؟ في دورة المياه. هي دي الدنيا كده إذا أخذت زخرفها اعرف إنك هتروح. يبقى تتفكر إزاي؟ اقعد مع نفسك كده كلام عمله اقعد مع نفسك أول ما تحس إنك وصلت للي نفسك فيه يبقى قربت تسيب الدنيا. كان نفسك تجوز البنات وجوزتهم قربت تسيب الدنيا. كان نفسك تكمل الشركة ويبقى اسمك مدير الشركة وعندك سكرتير عملتها يبقى قربت. كان نفسك تركب عربية واشتريت العربية يبقى قربت تسيب الدنيا كلها. كان نفسك تخلص الكلية وتفوق خلصت الكلية يبقى قربت تقابل ربنا. كان نفسك اللي كان نفسك فيه ووصلت له يبقى الدنيا قربت تسيبها كلها. بذلك تجلس مع نفسك جلسة للتفكر في الدنيا وزوالها وزوال أهلها وقريبا ستكون منهم لعلهم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التفكر وحسن العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.